الحين سويته أكثر من مرة عشان أضبط الوصفة، بصراحة ما مليت منه. تعال نسوي مربعات الجرانولا مع الآيس كريم، الوصفة نباتية وخالية من الجلوتين. حبي أسوي الآيس كريم، بس بشرح لكم عن التمر. في الجرانولا استخدمت تمر ناشف، أوكي، لأن أبي يكون قطع صغيرة. في الآيس كريم أبي تمر يكون سهل إنه ينخلط بالخلاط، فأنا استخدمت خلاص وحطيت عليه ماي حار، أوكي، وبعدين هرسته شوي أساس إنه أسهل لما أسوي الآيس كريم. شنو حطيت؟ وايد فانيلا. تنسون تقدرون تسوون هذه الوصفة كوصفة آيس كريم بروحها، كنا طعمه كراميل. برجع الفريزر الحين 10 دقائق، وبعدين أحط الطبقة العلوية من الجرانولا. بس الحين برجع بالفريزر وأشوفكم باكر. نجرب. صج لذيذ، كل من جربه عجبه، ما أقدر أنطر تجربونه. كالمعتاد الوصفة راح تكون بالمدونة، راح أحط لكم الرابط بالستوري، وهم راح يكون بالبروفايل أو بالستوري هايلايت. بانتظار رأيكم.